بالنسبة للصحة، ما هو النهاردة الصحة ليست مستشفيات. صحيح. والصحة محتاجة خدمات ومحتاجة مستلزمات ومحتاجة معدات ومحتاجة طبيب يكون حاله يقبل بحاله عشان يقدر يتعامل مع الناس. بنعمل ايه في المنظومة دي؟ احنا برضو لازم نكون امناء في ردنا. احنا بنحسن المتاح وبنعظم القدرات من خلال ضبط الموارد بتاعتنا بشكل جيد. مش سر ولا حاجة، احنا حطينا ايدينا على حاجتين في الصحة كنا بنحط فيهم مبالغ مالية كل سنة. المبالغ دي تم ضبطها وتم ترشيدها وتم تعظيمها بشكل على الأقل نقدر نقول بيه ان هو تم مضاعفتها مرتين او ثلاثة. مش ده المطلوب فقط في اصلاح قطاع الصحة في مصر. ما تنساش ان احنا، وانا بكلم كل الناس اللي بتسمعني هنا، ان احنا دولة عشان تعمل نظام صحي 10/10 او نظام صحي نرضى عنه، ده عايز جهد، مش جهد مالي، مش جهد، لا ابدا. هو النهاردة انا يعني لو اداء الطبيب واداء التمريض اللي موجود وكلنا كمسؤولين في مستشفى او في نقطة صحية او حاجة من هذا القبيل لو قامت بدورها حتى في اطار المتاح، لكن ده لسه أثبت ضمير. مش عايز اقول كده، لكن عايز اقول ما نقدرش نقول مش معقول الملايين دي كلها اللي موجودة وبتتعالج احنا بنبص على قصور هنا ولا قصور هنا بس، لكن لا الباقي بيحاول. هناخد وقت عشان نكون امناء في الرد للقطاعين دول، هناخد وقت.